اهلا بيكم في طلاب الاعزاء. النهارده هناخد درس جديد. درسنا النهارده بيتكلم عن النشاط الزراعي وموارده في العالم. تعالوا بينا نتكلم عن المناطق الزراعيه الاساسيه في العالم. المناطق الاساسيه عندنا للزراعه زي ضفاف الانهار، زي ضفاف وادي النيل ودجله والفرات، بيبقى موجوده عندنا برضو في الشرق والخوض في البحر المتوسط، وفي جنوب غرب آسيا، وفي مناطق العالم القديم في آسيا وأوروبا وأفريقيا. طب إيه هي أقسام الزراعة عندنا؟ عندنا أنواع الزراعة زي الزراعة البسيطة اللي هي البدائية، والزراعة الكثيفة، والزراعة التجارية. تعالوا بينا زي ما احنا متعودين كل نقطة لازم نتكلم فيها، وهنبتدي بالزراعة البدائية أو الزراعة البسيطة وأماكن انتشارها. بيعمل فيها عدد قليل من السكان في مناطق صغيرة ومعزولة في المناطق الحارة على هامش الغابات الاستوائية وحشائش السافانا والمناطق المدارية الحارة في أمريكا الجنوبية وأفريقيا وبعض جزر أندونيسيا وبورما وكوريا. طب إيه هي مميزات الزراعة البسيطة دي؟ ومن مميزاتها إن احنا بنستخدم أدوات بدائية فيها مع ضيق المساحات المزروعة فيها وتباعدها وتمارس لتوفير الاحتياجات اللازمة للسكان دون وجود فائض للتصدير. زراعة بسيطة يعني الزراعة على قدها، على قد الاستخدام أو على قد الاحتياجات. طب إيه هي أهم المحاصيل عندها؟ عندنا محاصيل زي اليام والكثافة. اليام هو عبارة عن حبوب غذائية بتبقى مزروعة في المناطق المدارية الحارة، أما الكثافة فهي عبارة عن حبوب بتطحن وبتستخدم في صناعة الخبز والذرة، يعني بديلة للقمح زي القمح عندنا. يبقى كده عرفنا إن أهم المحاصيل في الزراعة البسيطة هي اليام والذرة والموز والكثافة. هنتكلم دلوقتي عن الزراعة الكثيفة، والمقصود بها زراعة الأرض بشكل مكثف لإشباع حاجات السكان المحليين من الغذاء. يعني نفهم من كده ان الزراعة الكثيفة بتكون على عكس الزراعة البسيطة. احنا قلنا الزراعة البسيطة بيبقى مقصود بها زراعة الارض على قد مساحات ضيقة يدوبك انها تسد احتياجات السكان، اما الزراعة الكثيفة فزراعة الارض بشكل كثيف جدا عشان نشبع حاجات السكان المحليين من الغذاء. طب ايه هي الاماكن اللي بيكون منتشر فيها الزراعة الكثيفة دي؟ في المناطق الحارة والمعتدلة والكثيفة بالسكان اللي بتتوفر فيها مياه الأنهار والأمطار والتربة الخصبة وشروط أي منتج زراعي، وبيتم زراعة الأرض مرتين أو 3 مرات في السنة. دول آسيا وهي زي الصين والهند وسريلانكا والفلبين وتايلاند وأندونيسيا. أما في دول أمريكا الجنوبية في الأرجنتين وحوض نهر أورينيكو. اما في دول افريقيا فزي اثيوبيا وكينيا واوغندا ومصر والسودان على جانبي نهر السنغال. ما هي مميزات الزراعة الكثيفة؟ بيتم من خلال عمليات عديدة زي بذر الحبوب والري وتنقية الحشائش، وبتطلب طبعا بتطلب ايدي عاملة وفيرة وكثيرة بيصعب فيها استخدام الالات الزراعية، طبعا لضيق مساحة الحقول. طب ايه هي اهم المحاصيل الموجودة في الزراعة الكثيفة؟ زي القمح والارز والقطن، وتتميز بزراعة الارض باكثر من محصول خلال العام. طيب ايه هي بقى الزراعة التجارية؟ الزراعة التجارية المقصود بها او معروفة من اسمها الغرض منها التجارة. طب ايه هي اماكن انتشارها؟ بتبقى موجودة في الولايات المتحدة في مناطق زراعة القمح والقطن، بيبقى في جنوب شرق آسيا في مناطق مزارع المطاط والشاي، أما في أستراليا في مناطق زراعة القمح. طب إيه هي مميزات الزراعة التجارية؟ إن هي تهدف إلى الإنتاج التجاري الضخم، واللي بيستخدم فيها أحدث الآلات، وبيتم فيها زرع مزارع واسعة، وعادة إنها ما بتعتمد على المطر. كمان بتتميز بالزراعة في محصول واحد، وهذا بيقلل من التكاليف وعدد العمالة. طب ايه هي اهم الموارد الزراعية عندنا؟ عندنا موارد زي محاصيل غذائية
زي الحبوب الغذائية. ايه هي الحبوب الغذائية دي؟ القمح والأرز والذرة. أما المحاصيل السكرية فزي القصب والبنجر. عندنا موارد برضو في المحاصيل النسيجية زي القطن والكتان والجت. أما المحاصيل ذات طبيعة خاصة يعني ليها مواصفات معينة زي المطاط والشاي والبن. تعالوا بينا نتكلم عن المحاصيل الغذائية، وهنتكلم دلوقتي عن القمح. وكلنا عارفين ودرسنا كتير جدا فوائد القمح وأهميته، فهو الغذاء الرئيسي لمعظم شعوب العالم، فهو يصنع منه رغيف الخبز، وبيستخدم في إنتاج أنواع أخرى زي المكرونات والحلويات وكل حاجة بنستخدم فيها نشويات. أما الإنتاج فبينتج العالم منه نحو 570 مليون طن. طب إيه هي أهم المناطق في إنتاجه؟ آسيا هي الأولى في إنتاج العالم، والصين هي أولى دول العالم. يعني آسيا هي الأولى في الإنتاج العالمي كله، أما الصين هي أول الدول المنتجة. أمريكا الشمالية هي تاني دولة وأهم دولها المنتجة فيها الولايات المتحدة. أما أوروبا أهم الدول المنتجة فيها روسيا وفرنسا. عندنا برضو في أمريكا الجنوبية وأستراليا وأفريقيا بتنتج كميات قليلة. أما مصر فهي تعد الأولى في أفريقيا. خلي بالنا ما بين الدول التانية وما بين إنها الأولى في الدول الأفريقية. فمصر هي الأولى في أفريقيا في إنتاج القمح وتنتج نحو 6 مليون طن. طبعا الإنتاج لا يكفي من إنتاج القمح، فبتستورد من سوريا وأستراليا والولايات المتحدة بسبب الكثافة السكانية وتزايد أعداد السكان. هنتكلم دلوقتي عن الأرز، واحنا كلنا عارفين إنه محصول غذائي رئيسي ومهم جدا في شرق وجنوب شرق آسيا، فيبلغ إنتاج العالم منه نحو 585 مليون طن. وأهم مناطق الإنتاج آسيا، دول آسيا زي الصين هي أكبر الدول العالم المنتجة له، تليها الهند وأندونيسيا. أما أمريكا الجنوبية فدولها المنتجة زي البرازيل فهي أكبر دولة إنتاجا لها خارج آسيا. بيزرع في الولايات المتحدة وفي مصر والمغرب وجنوب أفريقيا، وبكميات محدودة في أوروبا وفي أسبانيا وإيطاليا. الذرة، الذرة بتنتشر زراعته في معظم قارات العالم، وهو من الحبوب الغذائية المهمة. بينتج العالم 600 مليون طن، وبينتج الوطن العربي 4.2 مليون طن. كلنا عارفين طبعا ان احنا بنستخدم منه كبديل في صناعة الخبز. اهم مناطق الانتاج، امريكا الشمالية اكبر القارات انتاجا للذرة، واكبر دولها المنتجة له هي الولايات المتحدة، وتستخدمه كعلف للماشية وبتصدر الباقي الدول الأخرى. أما في آسيا يزرع في الهند والصين وأفريقيا، وأكبر دولها المنتجة مصر وأمريكا الجنوبية. هنتكلم عن قصب السكر، وهو محصول أساسي لإنتاج السكر، وبيتم زراعته في المناطق المدارية الحارة، وبيحتاج لحرارة مرتفعة ومياه وفيرة. بيزرع في معظم القارات ما عدا قارة أوروبا لانخفاض الحرارة. طب إيه هي أهم مناطق الإنتاج؟ بيزرع في الهند ودول أمريكا الجنوبية، وأهم دولها المنتجة القصب هي البرازيل. أما قارة أمريكا الشمالية في كوبا، وفي قارة أفريقيا في مصر. تنتج مصر منه 14 مليون طن، وبيتم زراعته في محافظات الوجه القبلي. البنجر هو المحصول الثاني لصناعة القصب أو لإنتاج السكر، فبيبلغ الإنتاج العالمي منه 280 مليون طن، وبتنتج مصر ما يزيد على 1.5 مليون طن سنويا. أهم مناطق الإنتاج، أمريكا الشمالية في الولايات المتحدة وكندا، وفي آسيا في الصين وتركيا ودول أخرى. وأكبر الدول المنتجة له أفريقيا، في أفريقيا هي مصر وجنوب أفريقيا والمغرب. تعتبر الهند أكبر دول العالم إنتاجا للسكر، ثم كوبا والبرازيل والصين وفرنسا. أما المحاصيل النسيجية زي القطن فهو من المحاصيل المهمة لإنتاج الخيوط اللي بتبقى مستخدمة في صناعة أجول الملابس والمنسوجات، وتعتبر مصدرا لاستخراج زيت بذرة القطن والأعلاف. الإنتاج ينتج العالم منه 20 مليون طن. أما آسيا أكبر القارات إنتاجا له، فتنتج 60% من الإنتاج العالمي، وأهم دولها الهند والصين. وأمريكا الشمالية تنتج 20%، أهم دولها الولايات المتحدة والمكسيك. وأفريقيا تنتج 10%، أهم دولها مصر. والسودان ينتج بكميات قليلة من أمريكا الجنوبية وأستراليا. أما الكتان فهو محصول منتج للألياف،
وتستخدم بذور في إنتاج الزيوت، ومعروف بزيت الحار أو زيت الكتان، وتستخدم في الغذاء وعلف الحيوان وصناعات الدواء ودهانات الحوائط وفي صناعة المنتوجات الكتانية. بينتج العالم نحو 600,000 طن، تنتج مصر 50,000 طن. أهم مناطق الإنتاج أوروبا، هي أكثر القارات إنتاجا في فرنسا وروسيا، ثم قارة آسيا خاصة في الصين. القط أو الخيش من المحاصيل الألياف، فيبلغ الإنتاج العالمي 3.6 مليون طن، ويستخدم في صناعة المنسوجات الخشنة، وتتركز زراعته في آسيا في الهند، وتنتج نحو 50%، وبنجلاديش 30%. وتليها الصين وتايلاند وبقية دول آسيا، ويبلغ الإنتاج العالمي منه 3.6 مليون طن. أما مصر، فيوجد في بلبيس بمحافظة الشرقية مصنع لنفط الجوز. هنتكلم دلوقتي على المطاط الطبيعي، ويستخرج من عصارة أشجار استوائية، تصنع منه إطارات السيارات وصناعات أخرى. بينتج العالم 7 مليون طن. أما الدول المنتجة، تنتج قارة آسيا معظم الإنتاج، كمان في تايلاند وماليزيا وأندونيسيا والهند والصين، وتليها أفريقيا، كما في نيجيريا وساحل العاج، وينتج في أمريكا الجنوبية في البرازيل. يجي يقول لي السؤال، بما تفسر تعتبر الزراعة من الأنشطة الاقتصادية الهامة في العالم، لأنه مصدر رئيسي لغذاء الإنسان، ومصدر مهم للمواد الخام الصناعية زي قصب السكر والكتان والقطن. ترتبط الزراعة بتربية الحيوان، وإن بيعمل بها عدد كبير من السكان في العالم. كده نكون انتهينا من درس النهاردة، وتعرفنا على الزراعة والمواد الزراعية وأنواعها، والمناطق الزراعية الأساسية في العالم، وبعض المحاصيل ومناطق الإنتاج. تعالوا بينا نحل شوية أسئلة، واكتب ما تشير إليه كل عبارة. هو المحصول الثاني لإنتاج السكر في العالم البنجر، يستخدم في الغذاء وصناعة دهانات الحوائط. الكتان يقصد بها زراعة الأرض بشكل مكثف، الزراعة الكثيفة، عبارة عن حبوب غذائية في المناطق المدارية الكثيفة. بما تفسر تتميز الزراعة التجارية بالتخصص في محصول واحد، طبعا لأن هذا يقلل من التكاليف وعدد العمالة. وأكتب علامة صح أمام العبارات الصحيحة، وعلامة خطأ أمام العبارات الآتية. تعتبر قارة آسيا أكبر قارات العالم إنتاجا للقمح والأرز، طبعا الإجابة الصحيحة. تمثل الصين المركز الأول في إنتاج الأرز والقمح والكتان، الإجابة خاطئة. تتركز زراعة القطن في قارة أوروبا والهند أكبر الدول المنتجة، طبعا إجابة صحيحة. تتطلب الزراعة الكثيفة استخدام الآلات الحديثة في الزراعة، الإجابة خاطئة. الجط من محاصيل الألياف، وتتركز زراعته في قارة آسيا والهند، الإجابة صحيحة. كده نكون انتهينا النهاردة من درس النهاردة، معنا فهم نتعلم ببساطة.